الميصال تسر دنيا. دير فوطو دير. خوتي واش نقول لكم اليوم بربي ان شاء الله نحكي لكم على كيفاش الديبي تاع الحركه تاعي وكيفاش كيفاش نقولوا كيفاش عرفت كيفاش درت كونتاكت مع واحد عن نبي وكيفاش كيفاش راحت وكيفاش عرفته وخلي يا خوتي نبداوها بالصلاة والسلام على رسول الله صلوا على النبي. نبداو في الحاجه الاولى كيفاش دخلت في كونتاكت كيفاش نقولوا كيفاش دخلت في كونتاكت مع الحراك العنابي وليد جوانو هشام الله يذكره على خير يا هشام دي كاس ليك الراجل الزين خوتي. هو عرفته هشام هذا اليوم عرفته في الفيسبوك كومونتير لقيتهم كومونتي تحت واحد الفيديو تاع حرقه يا قلت كومونتير يجيب كومونتير نهبط تحت واحد الكومونتير ريبونديت له من تحت رجع لي كيفاش الحرقه خليهم يقولوا بلي راهي مليحه. ها قلت له كيفاش هم يقولوا هي مليحه؟ قال لي ماشي هضره تاع كومونتير اروح بريفي نقصرو. قلت له ماشي مشكل تنكات جاري هاي اني جاي رحت بريفي منه هشام طب منه كونيكتيت معاه في البريفي قصارين بشويه خاوتي حاجه تجيب حاجه. قلت له خويا راني حاب نحرق انايا خلي ماشي مشكل. قال لي حاب تحرق؟ قلت له راني حاب نحرق راني حاب نطوندي لا شونس ان شاء الله على عنابة. قلت له بيسك سييت حرق على تموشنت كاش نقولوا سييت مجيت بوس الجار هذوك الجواهم ما يعرفوش الحرقه مليح اللي طحت معاهم هنايا ولقي والحراق هذاك وليد حرام رمانا على راسنا. خاوتي كاش نقول لكم كان يقول لنا حاجه ومن بعد جاب لنا حاجه لقينا حاجه وجاب لنا الماتريال مخدوع في الليل ما شفناهش الليل طايح ويقول لك زرب 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 الغابه لي جوندان داك يطيحوا علينا. هيا كيفاش نديرو؟ قالنا تخلص وخلصناه واحد شا خلصت 8 وغيرها هكذاك ولا 10 والله ما شفيت يا خوتي ايه هكذاك. هي كيفاش خوتي ردوا بالكم في واحد الحاجه كيما قال اخويا امين في اللايف اللي فات يقولك الحراق يبرومي لك حاجه تقول انت شحال كاين واحد في الفلوكه يقول لك 10 كي تلحق باش تركب تصيب 12 13 بنادم يجيبهم من عنده بسومه رخيصه يقول لك باريزوب موتور 60 كي تروح تصيب 40 ويقول لك جديد كي تصيب 40 ما عليناش ماشي 60 40 تصيب 40 تلقاه قديم ماشي جديد كما قال لك يغلفه لك بالكاش جديد كونكوا جديد هو ماشي جديد يجيبوا لك قديم جابوا هنا في الليل تيماجيني شتو لي ليست تاعو جهه كالرياشه باش تفهموني عنده حبه هنا مكسره هنا ميركوري ماشي ياماها دي مارينا في الليل قالنا البحر كالم بعثنا في بحر طلع علينا مع الصباح قريب متنا رفدنا شالوتي ماشي شالوتي سبادوني رفدونا شغل شفنا نموت رجعنا لا مارين بعد من التماتيك داونا شارعنا ضربونا بروسي تاع 3 لواحد معليناش وكنا ربي على الحراق انا واحد من الناس وكلت عليه ربي. ايا واحد 7 شهور هكا عرفت هشام هذا في الفيسبوك في كومونتير من الكومونتير بالعقل هضره تجيب هضره هبا رحت لعندو البريفي رحت عندو البريفي خوتي كاش نقول لكم قال لي خويا ولا تحب راك سماك حاب تروح حاب تحرك سيريو منك سيريو قال لي كاينه ركبه وكاع وكلش. قلت
قلت له كيفاش كاينه ركبه؟ قلت له اسكو عندك عباد رايحين تركبني معاهم ولا كاش نقولوا خدمتك انت تركب الغاشي تخلص على الناس؟ و قال لي خويا العزيز قال لي راني داير فلوكه والفلوكه قال لي خصني واحد زوج عباد ماكسيموم هكاك زوج عباد قال لي نديروها زوج عباد. قلت له ماشي مشكل خويا. قلت له صح كيفاش نديرو منا كاش ما تبعت لي تصاور لي فيديو؟ قال لي لا قال لي مرحبا بك عندي تجي تشوف. قلت له نجي نشوف الماتريال ومنا؟ قال لي رواح مرحبا بك. لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد النهار ديت معايا عباد من طلحه قلت لهم كاين واحد منا بالك نزيدو نديرو فلوكه واحده اخرى كاع. العباد قالوا لي هذاك نروح ونشوفوه. قلت انا ما نعرفوش مليح ما نروحش وحدي. ركبنا بالك واحد الربعه ولا خمسه ركبنا في فورغون خرجنا على لوطوروت مليكا تاع بن طلحه هذيك شرق غرب. خرجنا من تماتيك حكمنا فورغون تاعنا دانا 200 لواحد باش نشغل 100 الي 100 روتو. ركبنا مع القايله وصلنا في الليل. عيطت لهشام خرج لي من الدار كيفاش منا؟ قلت له انا جيتك وها معايا عباد ولا استقنعوا وتفاهمنا وبربي ان شاء الله ان نتكلوا على ربي نخلصوك ماشي كاع مشكل دراهم واجدين انا بدراهمنا رافدينا. قال لي الله يربح يا خويا ان شاء الله. قال لي روحوا معايا. دخلنا معاه في واحد الزنايق دخلنا في هذوك الزنايق خرجنا في دارو فسحين برك جوست مع الباب غير تفتح الباب تسيب الموتور 40 جيلي كانت باش يعمرهم بليسونس باريكزون كيش نقولوا هما عندهم شاطينه في الشرق عندنا بايز يقولها الشاطينه تاع حطب تلقاها ما هي مربوطه في الواد تاع جوانو يا تصيبها مقلوبه في الرمل تاع سيدي سالم بالطول سيدي سالم بلاش طويله والفلايك مستفين شاطينه تما هي مستفين. هو كان رابط كان قالبها مليك من بعد ذيك الحق وقت النهار تاعها باش نخرجوا جابها لجوانو وحط ربطها تما ذيك علينا وقيلا كان يدير لها لا ريزين وقيلا كانت مازال ما جابهاش لا مازال ما حطاش في الماء حتى تنشف ماشي مشكل ما يهمش شي حاجه كبيره. كيفاش نديرو؟ انا قلت له نخرج معاك هشام. قلت له انا هضرت معاك راني جيت ليك نخرجوا ماشي كاع مشكل. قال لي عندك كلمه؟ قلت له لازم خويا الراجل ينوزن بكلامه عندك كلمه هي كي تكون عندك كلمه الناس تشهد لك بلي انت انسان راجل. اخوتي واش نقول لكم صبرنا واحد الدوم وهكذا كانوا فيها عباد مبليده بزاف وهادو ما اللي ديتو معايا هاد كاين شي عباد اللي ديتو معايا انايا خافوا وسوسوهم الناس قرقروهم فاش قرقروهم قالوا لهم وقت الخرجه راح يزيد يجيب لكم عباد كاين اللي قال لهم بالك يجريسيكم بالسيوف او المواس كل واحد واش كان يحكي لهم خوتي كل واحد واش يقول لهم توسوسوا رونداو انا ما رونديتش بورتو ما خلصتوش قعدت كونتاكت معاه صح عباتيك عيط لي باش نركب عيط لي باش نركب صبرت واحد الشهرين انا كاع كان مخصوص دراهم باش يرجع لواحد لبليدي باش يرجع له يعاود يولي قال له انا رجع لي دراهمي ما نروحش طولت عليا ماشي مشكل عيط لي انايا قال لي خويا قال لي العزيز ويزكي لي جامايكا قال لي شوف قال لي ولا راك سير باش تخرج قال لي انا مش ديتش عليك العربون قلت له وي قلت له انا عندي كلمه عرفتك في كومونتير جيتك قال لي وي سما رانا اونو اونو رانا واحد واحد صح قال لي ولا تجي ليا باش تخلصني غدوه ان شاء الله نخرجوا باش نرجع دراهم لواحد الانسان رجالو دراهم يروح قلت له ماشي مشكل ركبت الطاكسي في هذيك العشيه ركبت الطاكسي طاكسي لاكاروتي ديريكتوم
قلت انا بالك البيس يطول شويه. يا ربي حكمت الطاكسي يا خويا. بديت نغني كون كواطري قليسي. وقلبي يخبط، قلبي مزير خاوتي الزيارة لهنا. واحد مطرون قليني ضربني بيا بسهنا. رايح نركب فلوكة. بون هي يعني حكيت لكم ماشي تجربتي الاولى. تعو شي هو شغل الناس تاني كتوسوسني، العنان بامة العنان بارد بالك ما رد بالك. انا واش قلت على ربي. انا هضرت للضرب لاني رايح. قالوا لي بالك على روحك. كاين بزاف ناس تستغرب يقول كيفاش قال دارهم بلي راني راح نحرق وما زقاو عليه ما والو. انا يا خوتي العزيز على بالهم دارنا بلي راسيه، بس كي نقول ما حندير حاجه بربي ان شاء الله راح نديرها. يفوت يسهل ربي نديرها. ايه لحقت العنابه مال ملمي الدوزاني اللي شاف في الاورو خبيته لهنا في السيرفر لهنا. يا خوتي كي تقلب هكذا تفتح شويه هنايا مشيت الاورو هنايا. الله بون دو حوايج تاع علاقات تريكو الزرق وهذا الكري ما باين بلي دوك ندير حكايه ونتكا ديرت. دخلت عيان قلت والله غندير قلت ندير معاكم قصه ديا ولا ربي ان شاء الله تكون فيها فايده ومام طون نصيحه للناس وان شاء الله يديروا الكونسي دي فرا هذه. المهم لحقنا تلاقينا في واحد الجنينه هكذايا كي شو كاين تما قهوه هكذا بيان. عطيتو دراهم راني شافي حركه 6 ملايين ستة ونص هكذاك ستة ونص نو تيليفون هكا خير ست ملايين وخمسمية. ايه جبدهم منا وعطاهم البليدي هذاك وش كاين عطاهم لهم ما فهمت والو. انا قال لي هذا حبي روندي زاد هو جاب بنادم في بلاصت هذاك رون عطالو. درت لهذا قلت له يا خونا قلت له سي ما ترونديش يا خو راح نخرجوا على بالي راك فاهمني. قلت السور راح نخرجوا يا اليوم قلت له ماكسيمو غدوه على بالي راح نخرجوا العزيز. قلت له انا جاي من الجي ماشي في باطل. قال لي خويا شهرين هو يجيب بينا الوقت اليوم غدوه اليوم غدوه. قلت له يا الراجل الزين. قلت له البحر ما كاش مليح. قال لي لا لا عباد ديمارا وصلوا كاين اللي تقبضوا. قال لي لو كان الله رقانا رحنا وتقبضنا في كداها بصح شغل لك كيفاه شهيدنا في باطل. قلت له واش حابين نقول لك العزيز. قلت له انا هذا الانسان ما نعرفوش مليح بصح عندي باين في وجهه كتاب مفتوح ماشي خداع. راك تقول شهرين واليوم راح يرجع لك تليفون راح يرجع لك دراهم. سما هذا الانسان ماهوش يتقعد راك فاهم. راك فاهم خويا العزيز ماهوش يتقعد. سما هذا الانسان راح ها ورجع لك دراهمك. هاك جيت على دومو قال لك هاك دراهمك. هذا قال لي يا خو بيناتنا وما تدخلش روحك وانا كرهت وعييت وبزاف وصرفت بزاف تميزرت في لي زوتيل لوبيرج هادو. دبر راسك خويا العزيز عطالو دراهمو. فهاديك الليله جينا خارجين عيط له صاحبو قال له ما كان لها. قالوا غير خطيك. قالوا تاع الطارف راه يدور بزاف الحمراء هذه كان باش خلو. لا علينا قالوا راه يدور ما كان له. عاودنا زدنا نهار. فهذيك الليله كان معايا واحد مسوق هراس نطق صاحبي قال هذاك تاع سوق هراس قالوا دي معاك جامايكايبات سوق هراس. داني جا خوه بالفورغونا ماستر كان يستنانا نركبو باش يولي ولينا كيف كيف سوق هراس بيسك ما ركبناش. وليت لسوق هراس بت معاه ليله. غدوه من داك في الليل 3:30 تاع الصباح هكدايا خرجنا على ربي ركبنا الفلوك. يا بابا يا يما حناني يا عنبه يا دوله ركبنا يا العزيز. نو قبل ما نركبو
اني شافي هبطنا في ليروشي، رمي غابار مشوي رميلان بعد ليروشي. ليروشي هادوك لقينا عباد دايرين نويرة صغيرة نار، واحد كان خارج بالفيزي تاعو مصيد شوية حوت. قالنا خاوتي ربي سهل وبالعقل مع بالعقل برك وتهلاو في بعضاكم. قلت له الله يحفظك العزيز ربي يعطيك الخير ان شاء الله. ريحنا شوية في ليروشي، جات 3:30 ماكسيموم 3:30 دي ماتان، نشوفوا حبيبنا جاي مليك بالموتور يا معاه هذاك. والفلوكه سمعت جات شدها واحد مع لي روشي لصقها هكذا. بدينا نصوتيو بالواحد طب 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 طب، دار ما شاريير تاعو صاي كاع راكم هنا. رانا هنا الى الامام، قلنا له كاع رانا هنا هشام، شويه لي فيتامين شويه جو هذا ما شي حاجه كبيره هذا، نحيد شويه فاكهه بالحليب. ركبنا خاوتي العزاز، لارقينا شويه في الماء. قالك تستفوا البوار معوجه شويه مايله. علاش مايله؟ البوا كان لي ثقيل منا اكثر من لي خفيف، سما زمت لي كبريها لي كبريها، تقال منه شويه، ثقيل مع ثقيل، خفيف مع خفيف، وجي ماشي جي مستفى هكذا وليسونس في الوسط، والشوفور يجي هنا مع الطرف يسوق. لا علينا، امشينا شويه يا العزاز واحد النص ساعه ونرمي عيني هايدا. ايه مع كانت صاحيه اكتوبر، كان صاحيه بالقمر نجوم ما شاء الله عليك يا خاوتي. واش نشوفوا بابور جاي من بعيد تاع السلاح خارج له دوك المدافع على الكوتي هكذا، في قلبي بدا يخبط. قلت له هشام، قلت له راه جات الهامه هذه. قال لي شنو الهامه هذه؟ قلت له البابور هاوريك جاي تاع لاماري اللي قلت انني مخلص لامارين. والسيد قال لي ما تخرج وراي ما راي مزير، هاوليك هاو جاي البابور من هنا. واش نديرو واش نديرو؟ الله يعلم. هشام قال لي نطفي الموتور ونريحو، طفينا الموتور وريحنا حبسنا. بابور مورانا مليك، حنا رقدنا كاع كيما رانا. وشنو في الحرقه خاوتي؟ ما كاش ليك اللي يلبس تريكو بيض، نصح خاوتي فيستات بيوضه كاع خطوكم غير الكحل في الكحل. مشى دوك الفيستات لي شغل يديرو شغل كاويه هكذا شغل كحوليه يديرو الضو، يجو شغل ساك بوبا شغل شكار تاع الزوبيا هذوك حاجه كي ضرب فيه الضو يزيد الضو تاع الفيستا. يا تيري يا تيري من بعيد. اما انا يا خوتي هبطنا كاع من باطيح نسمعوا فيهم يكفروا بربي يحوسوا بالضواو ويدوروا في بلاصتهم. شغل بيعونا بيعونا خوتي، بيعه هذه بيعه، تقولي لا ساتيليت لا شافونا لا بلي ميسيني والو، هذه بيعه بيعونا. دارو دارو شوية بالي شحال دي مينيت ماكسيمو هايدا، عاودو جاو موليين نشوفو في من البعيد رايحين رايحين رايحين. قلتلو واش هشام؟ تكلو على ربي ونزيدو نصبرو شوية. هالي نزيدو نصبرو شوية فيك داها. هاي اصبر شوية اخويا العزيز، اني في الما دوك ما عندي ما حندير. كيفاش كيفاش قالك نوضو نديماري نتكلو على ربي سبحانه. نوضنا الطفطافه تاعنا السونطروه تاع الماء وبدينا نتمشاو. ما حبيناش نشعلو الجي بي اس، قالك بالك ينديكي نكملو قباله ومن بعد نشوف بالك الفيراج دوزيام بالك طروازيام ولا كش ما نشعلوه. سما واش حبي يقول الفيراج الاولى دوزيام راني نقصر، سما واش حبي يقول سما نخرجو جويه واحد 100 كيلو هكذا لوطو يطلع النهار 8 تاع الصباح، سما نكونو مشينا واحد 100 كيلو ولا ميم با نشعلوها. مشالو جي بي اس وكيما كان الحالة مشينا طلع النهار 8 تاع الصباح هكذا شعلناه، عاودنا دورنا شوية منا قبضنا الطريق. قلتلو هشام ما كانت تكسيري المليح، رانا حبة حبة مريجم الحالة راهي على الكيف، مصليين متاكلين على ربي كاع وكلش. رانا نمشو في الماء طلع النهار شويه العباد بدات تعيا بداو يرغدو. بعد نحط لكم فيديوهات هكذا مازال ما عندي، كنت كحل اكثر من هكذا السخانه السخانه كي كنت نخدم في السمار كي كنت نخدم بحري.
انا تمتملك حال اكثر من هذا. لا علينا ان شاء الله يكون هذا بيض يجي لداخل، مشي تريكو يجي لداخل، يجي لداخل كي بيض هذاك الدنيا تسهل تخضر. ومدعوي الوالدين على كل حال ثابت ملاح ثابت. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلوا على النبي خاوتي، صلوا على النبي. مساغر قاع رقدت السوسطة، السوسطة كنا واحد 18 بنادم خفاف شوية. وليد الحراك شد كان راقد 10 تاع الصباح موضوع بابا هشام. انا مدتنيش عيني، ما في طبيعة ما نرقدش بزاف، انا نرقدش بزاف. وليدو شد عليه القيد، هشام تكى شوية حط راسو كيما رجليا هكذا العيا خلاص عيا خاوتي. يجري علينا بزاف في النهار في البيت نتاع ليسونس الفلوكه ستريس، ما جاي يجيب على الواد تاع جوان ومن هيك نص ساعة هو يسوق باش وصل عندنا. سم الله غالب إنسانية عيا. هاي الغاشي قاع راقدين شريك يتكى هو، أنا قاعد متكي تاني على يدي هكذا ونشوف غايس مع الماء، نشوف شغل في الرواة مع الماء. قلت فيك داها وليدو يعرف يسوق على ربي، راني راني مخلوي نشوف فيه. ولدتني عيني نتكى شوية، قلت انا نسيي ما نرقدش حتى نوض هشام كاس سويعه ولا زوج يرون بلاسي با يرون بلاسي وليدو اسكندر هذا راه هنا في باريس. من بعد نعاود نتكى انا شويه ولدتني عيني. هيا جيت 12 وحدة هكذايا شعل التليفون تاعي، خاطش كنا مطفيين تليفونات. شعل التليفون خرج لل جاني ميساج، جاني ميساج تاع طلاين سما قول هذيك مشينا واحد 160 كيلو 170 سما دخل. هي كاين دوك نفهمكم بشويه باش ما نزربش، كاين 236 كيلومتر نورمالمون 236 سما 236. واش حب يقول كي تمشي 150 مناش ولا خرجت من المتاع الجزائر بيا، خرجت مليح من المتاع الجزائر سما راك دخلت في المتاع الطليان. مع سقسيت هشام قال لي شعل نشوف، شعل تليفوني وما باتري تاعهم طايحه. كان عندي تليفون اسمه دوجي شريته 1200 زيليه ولا 1150. هذا ربي شعل التليفون. بعد شويه هكذا جاني ميساج واني شافي له كنت ندير في لي فيديو، كنت ندير لي فيديو كنت ندير لي فيديو اللي ناسي شويه بيسي عندها 4 سنين. وش بداو يجوني لي ميساج تاع الطليان، بديت نعيط ناضو المساغر راهي انا وصلنا شويه انا دخلنا الماء تاع الطليان على ربي. المساغر فرحت شويه بداو يشعلو، كاين اللي عنده شويه الباتري كاين اللي فورسي في التليفون لا باس. درت واحد الفيديو ولا زوج، كاين اللي كان داير اكثر مني وشنو التليفون في سدلو، كاين اللي عندي بزاف ما تلاقيتوش. تفارقنا بلادنا بالحمد لله. قاعدة سوفينير الدنيا هذه سوفينير عم ورا الشاوي لا طيعي تطرف ورا خرج الماء خرج هو ما كاش كاين غير حنا فرق خويا كاين غير جافي وسط الماء دير فوطو دير مع الفيديو هذاك شويه لومبيونس ومننا طاح علينا الليل بينا قصاري بدينا ناكلو شويه هادي عاون هذا شي عباكم. انسان كي يحب يرش الماء خاوتي اكرمكم الله لازم السيد يشدو من لون التريكو باش ما يطيح لناش البحر
هذا يساعد في هذا من داك نقلبوا البياد نتاع لي سون استقال 400 ريال دينار منا فاهم نرموا البياد وما تزعبيط بزاف ماشي مليح تبدا تبالونسي الفلوكه فاهمين خالتي تبدا تبالونسي عليناش طاح علينا الليل مع المغرب ناض البحر ناض البحر يا خالتي وشنو ناض البحر سلامات ما ناضش هذيك نوضة شغل الفايكينغ فيلم الموا يدخل وليروك هيدورو نو نو الحمد لله شي حاجة كاع ناض شوية شغل بدا شغل يلوبينا شوية لاول لاول راكم فاهمين خاوتي لاول يدخلنا شوية والله راني شافي كي درت ديجا مور ما درت فيديو هذاك نحيت تريكو نحيت تريكو بدينا نشفو شوية عبر كي يدخل لك الماء لازم اوبليجي تزرب تخرج الماء لازم تزرب تنشفو كل واحد باش ينشف واحد بتريكو واحد بالسروال تاعو نتعاونو بدا ينوض ناض علينا شوية البحر ما خلعناش بزامي بصح سلامات وشنو تشمخنا تشمخنا نشفنا شويه الماء بلا عقل بلا عقل بدا يبان الضو تاع الطريان بدا يبان الضو يا خاوتي من المغرب وحنا نساكري فيه في البحر حتى ضربنا 36 ساعه على كل حال حتى كاش نقولوا 10 تاع الليل 10 تاع الليل حبس شويه 11 بالك نقولوا حتى 12 ماكسيمو مينوي 12 تاع الليل ماكسيمو حبس صح كي حبس البحر واش حبس ثاني معاه الموتور يا جدكم الموتور حبس والله حبس والله ما حبي نوض عينا ما نوض جبد 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 كتفنا عيانين من الخروج تاع الماء جبد الماء جبد والو حبش ينوض فتح له الكاش ضرب طلال داخل ينشف لي بوجي غير بشويه هكذا ينسفون لداخل والو يركب البوجيه ما حبش ينوض الموتور نعوض والطليان تبان واحد اللومبا تبان من البعيد اللومبا صغيره هكا تبان صار واحد انت قول لي كيفاش نديرو باش نوصلو لهذيك اللومبا هذيك كيفاش نديرو لها يا خاوتنا ويا نسينا جبنا الصباح تانيت هشام هو وليدو واش يقولو كل واقيلا نتشبكو نضربوها بعومه وانا نقول له ما تعومش راه سخون الحال وقت لي ميديس غيقول لي لا لا مشا غير يقولوا له والله غير نعومو كاين اللي يقول له نشعلوا النار كش ما يطلع الدخان واحد يقول لك حاب تشعلنا ليسونس اللي بقى كل واحد واش كان يهضر يا العزاز انا قلت له صبروا شويه دوك الثمانيه بالك يجوز بابور يرفدنا كيما كان الحال حتى نضربوا وطلعها هكذا خلاص رقدنا طحنا كاو خلاص كاين اللي يسخن في روحو بالدخان اللي بقالو بريك يتشمخ كل واحد يتكيف في كارو مشمخ عباك تجوز الوقت شغل غالب تدبليزا يجي واحد الوقت وين المورال يطيح شغلك تشوف في بلاد وما توصل لهاش تلحق البير وما تشربش يا مات يا الله ما غلطش لي غالي الدنيا سيفينر مش عارفينر يا الله العظيم غير قصة مشوقة نوكي تفكران الحميد منك الحميد شوك يا حميد شوك يا ونديري با سلكت الموت من الموت في الاولى وما حلفتش عليها اللي كانوا معايا كانوا يبكيو اللي كانوا يقولوا لي واش الورق لي راني طايح الجير وانت يا اخو زعما انت بحار انت يقولوا لي ما تخافش كي ندخلوا في البحر ما تخافش انا معاك نقول لهم بشويه نقول لهم كي نوصلوا ندير لكم لاشاي كي نوصلوا ندير لكم لاشاي دخلنا في وسط الماء طلع البحر ولاو يبكيو يا وليت نصبر فيه واحد واحد متكي عليا انا يمسح لي بالخناين تاعو واحد يقول لنا رجعوني عند ما كما دوما انتم ولاد البحر وانا لا شاي ورقلهم عرفت بلي شطيط حالسان هادو معايا واحد خلونا خلاص قالو ما نديريش عليها الغروب هاكا دايره الحرقه هاكا دايره ينعلبوها عم بالهم سهله الحرقه اخوتي كي اللي يسمع في القصه دوك كي يديرها سهله او دايرها سهله يقول لك نركب 8 سوايع راني تما رانا خفاف السارع 3 سوايع راني تما هو السارع خير من الحرقات الاخرين خير من الفلايق
صح حاجه ما سهله يا خوتي. انا هنا في اوروبا وما راهي سهله يا مضره في وسط البحر. الناس كاش نقولوا حبه تحرق على الواد على الترك الدافع فايت 2000 بنادم واد برك يا مضره بحر. والله غير ربي يكون مع الحراقه اللي مناوين يجوا يا لا ما هنا قلم يساكري فيهم لا سوفرونس مديوله للرجال يا انا نحكوا على لا مناوين يجوا لا مناوين يريسكي ولا مناوين يديماري واليوم في الليل غدوه الشهر الجاي العام الجاي بيسك الحرقه ما تحبش طونك انا يقول الشهر الجاي العام الجاي الحرقه عمرها ما تحبس في الجزائر طونك المشكله هذا تاع الجزائر انا اللي حاكمينها مهملينها الحرقه ما شكيش تحبس اما لا يا العزاز كان جايز واحد البابور نولو القصبنا يا بس كي نقعد نقول البلاد ومن انا ملي شغل امير ديزاد شغل الشيكون نقعد نحكي وفلان ومنا وهملوها شي اللي كان هو باين ساكت على الحق شيطان اخرس الله يسهل انا سلكت نصبر روحي بعدك انا سلكت الله يسهل يتهاردوا الاخرين انا نقول ربي يفرج على كل مغبون ان شاء الله قلبه حار التغيير الزول ولا نزول المهم الفايده والحصول نقولوا عليها الفايده والحصول جا بابور صحابي بداو يروشوا الوقت الماكله تروشوا علاش يا خويا تهضر بزاف وشحال تحب تراهي وتدبر قلت لهم عنده الساتيليت وشافنا من البعيد يا خوتي ها شافنا من البعيد نتوما ثاني هادي على عنابه خلينا ما دوك تعتموش انت المهم كوافا بيسك شوالم خوتي ماشي كوافا كي من الغرب كوافا بيسك قالوا لي ولد كارتينا وحشان موت ورقديم والرياشه طايره وجابنا شومبرايا حرقنا في بوي حرقنا في بوي هادي هي ها ولا شكوافا انا تكلت عليهم اللي تكل على نسيبتو يبات لندا انا بتبل المواج نتلاوح شفت الموت هادي هي ما عليناش تعوضت 17 من موراها ل 100 درهم ورحت كانوا عندي بصح استخدمت ما قعدتش نستنى المهم على عنابة كيما قلت لكم رفدنا البابور كي رفدنا دانا الجالياري واحد البلاصه اسمها جالياري جالياري داونا سون سينترو هذاك من سينترو بالصمونه دارونا لازيل بلا ما نفيقو من تما تيك من تما تيك داونا بطوموبيل سردينيا يعطونا واحد الخرطيه فيها 21 يوم بهذيك تزيد تشري التيكي تاع الباب 40 اورو تركب تركب من تما تيك كاين اللي يحطك في جونوفا وكاين اللي يحطك في روما البابور حنا نقسمنا انا حطني في روما والاخرين حطهم في جينوفا لا علينا ركبنا البابور هذاك وكملنا طريقنا للطليان يعني. انا هبطت في روما مع مزاغر تفارقنا في هذيك لاكار نسيت اسمها قبضنا الترامل تمنا لا علينا كل واحد وين راح هذيك هي وقت الفراق هاي تفارقنا يا الناس زينا و بعد من تماتيك زيد حلقة مع هذه هذه هي الدنيا سيفينر مش عارفينر خوتي بارك الله فيكم نعاود نقولها ونعاودها